المهم على 10 ديال الصباح ضرب واحد جوج طلاقات تاع النار، خرجنا بينا نشوفو لقينا المقدم ديال الحومه مضروب في الخلف ديالو. درنا الدوره الاخرى لقينا المخزني تاع القوات المساعده، لقينا مسكين توا مضروب واحد الضربه توا في الخلف ديالو. جينا نشوفو سولنا وداكشي، لقينا واحد البوليسي داير واحد المخالفه غير قانونيه، انه باني واحد الشبيك من ورا الدار ديالتو، باني واحد الشبيك، واحد الحيط والشبيك، يمكن هو تزايد معاهم في الهضره، هما دابا يديروا غير خدمتهم، فهمتيني، تزايد معاهم وداكشي، هز السلاح الوظيفي ديالو هو يتيري فيهم بجوج. هادشي اللي كاين يا خويا. حنا مع الصباح فايقين كنا ناعسين، ما بينا ما علينا، تدا نسمع جوج قرطاسات تطلقوا هنايا في المدينه، هنايا في الزون العشرين، في المنطقه 20، تنسمع جوج قرطاسات تطلقوا، فاش نجيو تنخرجوا تلقاو المقدم جاي للعماره اللي قدام اللي انفاس معنا، جاي تيجري تيغوت ضربوني. فاش خرجنا عنده لقيناه مضروب بالسلاح، واحد الدري راه مضروب ليه مرمي من المرود، والمقدم راه هرب للعماره عندنا تما فين مخبي، بقى تيغوت حتى جا الامن، حتى جات الامبيلونس والاسعافات الاوليه جاو تاو. هنا تيقولوا ضربهم اخويا واحد البوليسي ساكن هنا في هذه المنطقه، هاجي ساكن في هذه المنطقه، هاجي هنايا جاب ابني، استعب داك البني عشوائي، فاش جاوا بيجروا مع مسالك اللي هي قانونيه ضربهم، بدا ضرا جوج كذا، داكشي غير قانوني هو يضربهم.